غتسمح لي اول شيء نرجع للفظ السماسره. نعم تفضل. لان اول حاجه الفيفا عطات مسمى لهذه المهنه اللي هي وكيل رياضي احيانا محامي رياضي. تعريف ديال السمسره مصطلح شعبي. لا مصطلح شعبي مطلب ينطبق على المسير ربما اللي كيسترزق من كره القدم او على المدرب ان احيانا مع احترامي لبعض المهن اللي كيرتزق. اما وكيل اعمال عطاته الفيفا مسمى والقانون يبيح له المتابعه القضائيه لكل من ينعت بالصنف. هذا المصطلح هذا ما كينطبقش على ولكن السمسره يعني بصيغته الايجابيه وليس السمسره. لا 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 لو تيرم السمسره سي ان تيرم بيجوراتيف. نبقاو في هذا الموضوع ديال وكلاء اللاعبين سي عزيز. جميع وكلاء اللاعبين اللي كاينين مثلا حاليا في المغرب عندهم يعني اعتراف من الفيفا؟ كنهضروا على الوكلاء القدام كلهم وكلاء اللي اجتازوا اختبار. مع الاسف القانون الجديد هذا ورش من الاوراش اللي احنا كنطالبوا الجامعه المغربيه انها تشتغل عليها مستقبلا كما حققت نتائج ملموسه في اوراش اخرى. كنتمنوا على ان في المستقبل القريب تهتم بورش الوسطاء. مع الاسف ان القانون الجديد كيبيح لبعض الاشخاص انهم ياخذوا اون اتيستاسيون بوغ اكزيرسي من غير اجتياز اي اختبار. هذا كيضرب المهنه وكيضرب سمعه القدم وكيضربنا احنا كوكلاء.